بالطبع هنالك تقرير كان من مديرية البادية الجنوبية يعني المتضمن طلب إعادة دراسة لمعاملة تم رفضها في الوزارة وهي استمرار استئجار مبنى مدرسة أنا بالصواهب الأساسية. بعد الدراسة والكشف الميداني من قبل اللجنة المختصة تبين أن أول شيء هذه المدرسة الأساسية المختلطة وتشكيلاتها من الصف الأول حتى الثاني الأساسي بواقع 5 غرف صفية وعدد طلاب الأول الأساسي فيها المتوقع للعام القادم 70 طالب وطالبة وعدد طلبة الصف الثاني الأساسي 63 طالب وطالبة. بالطبع يمكن توزيعهم بهذه الحالة على 4 غرف صفية بمساحة 48 متر في مدرسة المدورة المختلطة. بمعنى أنه مدرسة آمنة بين توهب لوجود مكان أكثر في مدرسة المدورة واستيعابهم للطلبة. غير ذلك وزارة التربية بهذا الأمر تستغني عن الأبنية المستأجرة وبتكون بالمدرسة الجديدة وهي مدرسة المدورة الثانوية يعني اختصار وتوفير للجانب المالي بهذا الأمر، لأنه إحنا المدرسة الآمنة بنت وهب ليس بعيدة عن مدرسة المدورة وهنالك في هذه المدرسة وجود غرف صفية وإدارية غير مستغلة وغير مستثمرة بالشكل المناسب. علما بأنه تم استلام 6 غرف صفية بمساحة 48 متر كل غرفة صفية. بهذا الجانب، الجانب الآخر في هذه المدرسة مدرسة المدورة هناك وجود غرف صفية بمساحة 6×8 يوجد فيها طبعا تأمين لكل مستلزمات زملائنا المعلمين، وبالتالي هذا الأمر يعني البعض يكتب فيها لأنه يعني قد يكون بذات إطار معين أنه هذه المدرسة تعود لهم وبالتالي فيها استئجار وكذا. إحنا سياستنا أنه نستغني عن الأبنية المستأجرة ما أمكن، وسيدي في هذا الإطار إحنا وزارة التربية والتعليم بيختصر دورنا كالتالي: ما هي الشواغر الموجودة لدى كل مديريات التربية والتعليم المحصرة حسب التشكيلات نظام التشكيلات المدرسية في كل محافظة من محافظات المملكة يتم رفعها إلى مركز الوزارة، يتم دراسة هذه التشكيلات كاملة و ملائمتها مع ما هو متوفر لوزارة التربية والتعليم من تعيينات ضمن قانون الموازنة العامة. يتم إرسال هذه الطلبية إلى ديوان الخدمة المدنية، وديوان الخدمة المدنية يبعث لنا بالأسماء من له الحقي، ليس لوزارة التربية والتعليم أي علاقة البتة في هذا الأمر أنه تعينت فلانة أو لا. إحنا نطلب عدد من الشواغر والذي يأتي بالأسماء إن ديوان خدمة مدنية. طبعا التصريح يعني في مرحلة متقدمة في إدخال عمليات البيانات المتكاملة وإجراء المطابقات، وإن شاء الله يعني هنالك جهد كبير جدا ومن كافة الكوادر الفنية والإدارية والوزارة إن شاء الله، يعني كما أعلن مع الوزير التربية والتعليم إن شاء الله مطلع الشهر إن شاء الله.